12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة. أهلا بكم وأهلا بك أحمد. أهلا بك ليلى. مباشرة إلى أبرز عناوين هذه الساعة. عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 77 من العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه ووسطه. الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد للقاهرة الإخبارية توقف خدمات الإسعاف في شمال غزة كافة، ويشدد على صعوبة توزيع المساعدات على النازحين في القطاع. وجيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات مكثفة في رام الله والخليل وطوباس وبيت لحم. أهلا بكم. واصل جيش الاحتلال عدوانه إذن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر لليوم 77 على التوالي. فقد استهدفت طائرات ومدفعية للاحتلال عدة منازل في خان يونس ورفح جنوبي القطاع ومخيماء البريج والنصيرات وسطى، فضلا عن استهدافهم لمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وقد تمكن مواطنون وطواقم إنقاذ من انتشال 16 شهيدا وأكثر من 50 جريحا من عائلة واحدة بعد استهداف الاحتلال لمنزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 20,057 شهيد و 53,320 مصابة. وأكدت الوزارة في بيانها استشهاد نحو 390 فلسطيني وإصابة 734 آخرين في القطاع، وذلك خلال 48 ساعة الماضية التي توقفت فيها الاتصالات. دعا جيش الاحتلال سكان مخيم البريج المكتظ بالنازحين وعدد من الأحياء بوادي غزة التوجه إلى دير البلح جنوبية مدينة غزة. ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي صورا للمناطق الواجب إخلاؤها وفق ما أبان، أشار إلى أنه سيتم فتح محور غرب خان يونس من أجل التنقل باتجاه دير البلح بعيدا عن مناطق القتال في مناطق شمال وشرق المدينة. كانت فصائل فلسطينية قد أعلنت قصف مقر قيادة ميداني لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة عبر رشقة صاروخية. هذا وأكدت أن نصف حشود عسكرية أو قصف حشود عسكرية إسرائيلية شرق دوار القرم شمال مدينة غزة بوابلا من قذائف الهاون وإسقاط طائرة بدون طيار وسط قطاع غزة. قالت منظمة الصحة العالمية أن 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة. حذرت المنظمة أيضا من أن تفشي الأمراض المعدية في القطاع سيكون حتميا بسبب الظروف الصحية السيئة وعدم وجود مياه شرب نظيفة. في سياق صحي أيضا، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه ليس لديه خدمات إسعاف في شمال قطاع غزة بعد منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود، فيما تعمل 18 سيارة إسعاف فقط جنوبي القطاع. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك صعوبة في توزيع المساعدات على النازحين في القطاع بسبب انقطاع الاتصالات. شمال غزة وغزة ليس لدينا خدمات إسعافية بالكامل بعد منع قوات الاحتلال من دخول الوقود إلى تلك المنطقة. في الجنوب لدينا 18 سيارة إسعاف تعمل بقدرة 81 مسعف وضابط وإداري في دائرة الإسعاف. لدينا أيضا مستشفى الأمل يعمل الآن، ولديه في مبانيه مع مقر الجمعية في خان يونس 14,000 نازح موجودون هناك. لدينا أيضا العديد من المتطوعين في دائرة الكوارث، والتي هي تقوم بتوزيع المساعدات واستلام المساعدات من المعبر رفح البري.
باتت المستشفيات في قطاع غزة هدفا مباشرا لآلة الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى توقف الكثير منها في القطاع وسط تنديدات دولية وأممية. وقد خرج أكثر من 22 مستشفى و 138 مؤسسة صحية في قطاع غزة عن الخدمة بصورة نهائية نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، فيما يلفظ أقل من 10 آخرين أنفسهم في أمام آلة الحرب الإسرائيلية آملين في بقاء القطاع على قيد الحياة. آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة تأبأ أن تصدر صوتا سوى الموت، فلم يحترم قادتها قدسية الأماكن، ولم يشفع عندهم حق الإنسان في الحياة والعلاج، فكان قرارهم منع الجميع من الحياة. أكثر من 30 مستشفى ومجمعا طبيا بقطاع غزة وقع فريسة لغدر ومخطط الاحتلال الفاقد لكافة معاني الإنسانية. كان يستقبل قبل الحرب في حدود 100 مريض يوميا، نحن اليوم نستقبل ما يزيد عن 1000 مريض، يعني 10 أضعاف. القوة البشرية ضعفت، بدل 40 موظف الآن نتحدث عن 100، ما يزيد عن 160 موظف. إلا أن هذه الأعداد التي لا نجد لها مكاناً تستريح فيه، لا نجد لها مكاناً تنام فيه. حياة ودعت الحياة ذاتها، فالمستشفيات الناجية لن يكون بمقدورها أن تقدم العلاج للمرضى المكدسين داخل أروقتها. مستشفى الكويت أحدث الدلائل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الصحي، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ سبقها نحو 22 مستشفى آخرين، إضافة إلى 138 مؤسسة صحية تضرروا جميعا جراء القصف أو نقص الوقود والعاملين وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية. آثار الانتهاك الإسرائيلي لا زالت باقية فوق ركام مستشفى كمال عدوان ومجمع الشفاء الطبي وغيرهما الكثير من وحدات القطاع التي حولها الاحتلال لأهداف مباشرة بذريعة القضاء على الفصائل. لغز ما زال يحير العالم أجمع حول أسباب الاستهداف المتعمد للقطاع الصحي، إذ نددت كافة المنظمات الأممية والحقوقية بالانتهاكات الإسرائيلية. الأمم المتحدة والصحة العالمية واليونيسف جميعهم انتقدوا السلوك الإسرائيلي الوحشي تجاه المستشفيات والمراكز الصحية، حتى قالت الأخيرة إن أطفال غزة الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات قتلوا داخل المستشفيات نفسها. رسالة مشفرة إلى سكان قطاع غزة المكلومة ترسلها إسرائيل عبر قصف واستهداف مستشفيات القطاع فحواها أن لا حياة آمنة هنا ولا فرص للنجاة، لا علاجات ولا أمل في العودة. كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن أن قوات الاحتلال دمرت مركبات الإسعاف الموجودة في مركز جباليا، مشيرا إلى أنها لا تزال تعتقل 8 من أفراد طواقم المركز. هذا وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من بدء انتشار الأوبئة بقطاع غزة في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء، مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع تزداد سوء. هذا وقد أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا، في حين لا تزال العديد من النساء محاصرات وحدهن في داخله. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث إن تحذير برنامج الأغذية العالمي من خطر حدوث مجاعة في غزة مثير للقلق، لكنه ليس مفاجئ. وأضاف جريفيث أن كل يوم يمر على قطاع غزة مع هذا الحرمان والدمار سيؤدي بسكان قطاع غزة لمزيد من الجوع والمرض واليأس، داعيا إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة. انقطاعات متتالية في الكهرباء في قطاع غزة أدت لتوقف محطات تحلية المياه، ما أحدث أزمة كبيرة في توافر المياه النظيفة الصالحة للشرب. وتخفيفا على أهل غزة، تم إنشاء 3 محطات بمدينة رفح المصرية لضخ المياه الصالحة للشرب عبر الحدود مع القطاع. من الماء جعل كل شيء حي، وهو أبسط مقومات الحياة،
فإن فقد ربما فقدت معه الحياة. وفي غزة ونتيجة عدوان الاحتلال انقطعت الكهرباء فتوقفت معها محطات التحلية، فلم يجد سكان القطاع ماء للشرب. صورة جديدة من معاناة سكان غزة تمثلت في نقص المياه الصالحة للشرب، فمن نجا من الموت تحت زخات القنابل عانى من قلة الطعام ونقص المياه. معاناة دفعت الأهالي لطلب الغوث بعدما أصبح الحصول على المياه أمراً صعب المنال في قطاع تم تدميره وقتل بعض سكانه وتضييق سبل العيش لمن بقي منهم على قيد الحياة. إحنا أو أكثر حاجة يعني بندق على الأطفال، الأطفال اليوم مش لاقيين شربة مية. يعني المرأة امبارح كانت على الإذاعات بتناشد بدها تعمل لابنها حليب. استغاثة وجدت صدى في الجانب المصري، حيث تم توفير الإمدادات اللازمة من مياه الشرب لينعم سكان غزة بأبسط مقومات الحياة. كنا في الأول قبل ما تيجي المية هذه كانت المية تيجي عندنا كل 10 أيام أو كل 15 يوم مرة، وتيجي مالحة وما نقدرش نطلعها. واليوم لما أجت المية هذه من عند الإخوة المصريين خففت علينا المعاناة. ومع استمرار الجهود المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة تم إنشاء 3 محطات في رفح المصرية، والتي تضخ مياه الشرب عبر الحدود مع القطاع عن طريق خط أنابيب بطول 900 متر. وتقوم المحطات 3 بتحلية حوالي 600,000 جالون من المياه يوميا، ما يغطي احتياجات نحو 300,000 شخص داخل القطاع. صراحة هذا الخط الجديد اللي مدوه من خلال إخواننا في جمهورية مصر العربية، في إخواننا الأشقاء في مصر، صراحة كان له دور كبير في أنه يخفف من الهموم والمعاناة الإخواننا النازحين. وفي القطاع المنكوب صارت مياه الشرب حلما، حتى إن بعض الغزيين الذين اضطروا لشرب مياه البحر نسوا طعم المياه العذبة حتى أتاهم الغوث من الجانب المصري. كانت معاناة شديدة جدا، كنا يعني نضطر نجيب من مية البحر عشان نحط في البراميل عنا، وهذا المية بالنسبة لها حلوة كثير وبتنشرب. حتى نقص مياه الشرب بسبب عدوان الاحتلال يمثل مشكلة لسكان القطاع، وبالرغم من الخطوة المصرية لإمدادهم بالمياه تبقى المعاناة قائمة ما دام العدوان مستمرا. قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأسابيع 10 الأولى من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة كانت الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، إذ تم تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد وفي مكان واحد. أظهرت بيانات اللجنة أن أغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين، بواقع 61 صحفيا إلى جانب 4 من اللبنانيين. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين. نشرت صحيفة واشنطن بوست تحقيقا يفند ادعاء جيش الاحتلال حول استخدام حركة حماس لمستشفى الشفاء كمقر قيادة لإطلاق عملياتها العسكرية وفق زعمها. ووفقا لتحليل صحيفة واشنطن بوست عبر صور الأقمار الصناعية وجميع المواد التي نشرها الجيش الإسرائيلي علنا، فإن الأدلة التي قدمها جيش الاحتلال لتبرير استهداف مستشفى الشفاء لا تثبت أن حماس كانت تستخدم المستشفى كمركز للقيادة والسيطرة. تحليل واشنطن بوست أكد أن الغرف المتصلة بشبكة الأنفاق والتي اكتشفها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لا يوجد بها أي دليل مباشر على الاستخدام العسكري من قبل حماس، كما لا يبدو أن أي من مباني المستشفيات 5 التي حددها جيش الاحتلال متصلة بشبكة الأنفاق، كما نفت وجود دليل على أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة ليفربول الدكتور تريستينيو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا حرب غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية. سيد مارينييلو أهلا وسهلا بك، هل بدأت خطواتكم الفعلية لمساءلة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادته عن ما وصف بجرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية أمام الجنائية الدولية؟
First of all, did we start? Sorry. First of all, many thanks for having me today. أنا سعيد لانضمامي معكم اليوم. نحن لدينا تحقيق جاري فيما يتعلق بالموقف في فلسطين منذ 2014، منذ تلك العمليات العسكرية في داخل قطاع غزة. هذا التحقيق قد فتح بشكل رسمي في مارس 2021، ولكن للأسف منذ هذا الوقت حيث تم تعيين مدعي عام جديد، فهناك نوع من التحقيق مختلف قد أجري. كان هناك مزيد من الطلبات من قبل المحكمة الدولية الجنائية وأمور أخرى في هذا السياق. ما طبيعة الخطوات التي يتعين عليكم اتخاذها حتى يكون التحقيق في هذه المرة تحقيقا منجزا مختلفا عما سبق وكنت قد أشرت إلى بعضه؟ حسنا، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لديه بعض الأمور فيما يتعلق باختيار التهم وللأفراد ومن هم الذين مسؤولين عن تلك الجرائم. فيما يتعلق بالوضع في غزة على مدار الشهرين السابقين بعد 7 أكتوبر، هناك انتهاك واضح وكبير للقانون الدولي والذي يعد جرائم حرب ضد الإنسانية. وكمثل العديد من الخبراء الدوليين الذين صنفوا هذا على أنه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين هناك في قطاع غزة. لذلك نحن نتحدث مع المدعي العام ونحاول أن نوفر مزيد من الدلائل لوقف تلك الجرائم. وأنا أخاف أن هذا العدوان الذي لا زال مستمر ولابد من وجود قرارات. كل شخص يحاول أن يفعل ما بوسعه، فهناك حتى هذا الحصار يعد غير قانوني، فإنه هم يقومون بعمل نزوح إجباري وتهجير إجباري للمدنيين في غزة، فلا يوجد مكان آمن هناك. وكنا نقوم برفع كل هذه الأمور إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وحتى الآن لا يوجد تفاعل قليل مع القادة الإسرائيليين للمحكمة الدولية الجنائية. سيد مارينيلو، بمناسبة الأدلة، أنت أشرت في معرض حديثك إلى أكثر من موضع مساءلة أو إلى أكثر من جريمة يمكن الحديث بشأنها، ما بين الإبادة الجماعية، ما بين جرائم الحرب، ما بين التهجير القسري الذي يتم الآن، وأنه ليس هناك مكان آمن وفق ما ذكرت. من الذي يمكن أن ييسر لكم الحصول على هذه الأدلة اللازمة لتحقيق أكثر جدية ربما؟ هذا بالطبع أمر نتوقعه من المحكمة الجنائية الدولية ومن المدعي العام، فهذا هو وظيفته. كما كان الوضع في أوكرانيا حين حدث هذا العدوان الروسي ضد أوكرانيا من قبل بوتين، في أقل من عام لقد قاموا بقيام بمذكرة اعتقال لبوتين. كنا نتوقع أن يتم هناك بعض التحقيقات أن تأخذ مجرى أكثر جدية وأكثر سرعة كما حدث، ولكن هناك مخاوف بشأن الضحايا الفلسطينيين من أن المدعي العام سيقوم بالتحقيق في تلك الجرائم التي قد حدثت في 7 أكتوبر من أجل أن يتجاهل بعض الجرائم التي قد ذكرتها من قبل. وبسؤالك عن الأدلة، إن تلك الأدلة موجودة بشكل عام. دعنا ننظر قليلا إلى بعض التصريحات من القادة الإسرائيليين، كانوا يقولون أنه لا يوجد مدنيين في غزة، يقولون أننا يجب أن نمحو غزة. قال نتنياهو نفسه أننا نتعامل مع حماس، مما يعني أننا يجب أن نقتل كل الناس من بنيهم الأطفال والنساء وكل الناس، يعني أنهم يقصدون أن كل الناس في غزة هم متهمون. هذا يعد عقاب جماعي. المدعي العام لديه تلك التصريحات العامة التي تخص الإبادة الجماعية، ولقد رأينا كيف استخدمت تلك التصريحات وكيف طبقت على أرض الواقع.
من أجل ارتكاب تلك الإبادة الجماعية في غزة. سيد مارينيلو، هل أنتم فريق متطوع وفق الأرجح من هذا التقييم الأولي، أم أنكم يتعين أن تكونوا قد وكلتم من جانب أسر الضحايا أو ذوي الضحايا من المدنيين وهم قد جاوزوا عددهم 20,000؟ هل هناك حتمية أن تكونوا ذوي صفة قانونية أمام هذه المحكمة؟ ولماذا الالتجاء إلى الجنائية الدولية وحدها رغم سابقاتها التي أشرت إلى بعضها؟ لماذا ليست محكمة مجرم الحرب؟ لماذا ليست محكمة العدل الدولية مثلا؟ أنا جزء من فريق قانوني نقوم بالحديث بالنيابة عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية الذين قد تعرضوا للعديد من الانتهاكات منذ عقود عدة، حيث أكثر من 240 فلسطيني من الفلسطينيين المدنيين قد قتلوا من قبل أجرانهم الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأيضا أنهم يمنعون الفلسطينيين من العودة لأراضيهم. ونحن لدينا أيضا رئيس لإحدى تلك الأيهات في غزة الذي قد قذف منزله. نحن نقوم بهذا بشكل تطوعي، ونحن أيضا نستقبل الطلبات من قبل الضحايا تلك الحرب لنقوم بتمثيلهم أمام المحكمة الدولية الجنائية، مما يعني أن الضحايا الفلسطينيين لازال لديهم بعض التوقعات والآمال أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي قد فشلت، ولكن هذه هي الأمل الوحيد أو البديل الوحيد للعدالة أمامهم، فليس لديهم أي أمل أو قدرة أن يحصلوا على أي حق من الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية. طيب، أنا سألتك عن لماذا الالتجاء إلى الجنائية الدولية دون الحديث عن مساءلة بعض مسؤولي جيش الاحتلال أو مسؤولي، وأنت أشرت إلى تصريحات تقطع يقينا من جانبهم بأنهم سيرتكبون جرائم إبادة جماعية بحسبان أن كل سكان قطاع غزة هم من أفراد حركة حماس. لماذا ليست محكمة مجرم الحرب واحدة من بين هذه المسارات؟ لماذا ليست محكمة العدل الدولية واحدة أيضا من بين هذه الخيارات أمامكم؟ أعني أن المحكمة لم تقوم بإدراج لائحة بأي أسماء حتى الآن، ومن المهم أن يقوموا بإطلاق تلك الأسماء. هذا أمر له علاقة بالمدعي العام. ما نقوم بفعله هو أننا نقوم بتوفير التصريحات والأدلة حول تلك الجرائم التي تنتهك القانون الدولي، ثم الأمر يعود للمدعي العام ليحدد من هو مسؤول عن تلك الجرائم. هل هم القادة العسكريين أم القادة السياسيين؟ هذا ما تفعله المحكمة في التحقيق مع القادة، أنها لا تتعامل مع الأفراد بحد عينهم. سيد مارينيلو، كان هناك حديث حول ما قامت به قوات الاحتلال وقامت بتصويره وتداول اللقطات الخاصة بهذه الحادثة المرتبطة باقتياد بعض المدنيين كأسرى ثم تجريدهم من ملابسهم واقتيادهم إلى مكان غير معلوم مع تصويرهم عرايا. ضمن أي المسارات يمكن أن تصنف هذه الجريمة قياسا بحجم الجرائم التي قلت إن قوات الاحتلال ارتكبتها بالفعل؟ من النظرة للقانون الدولي، إن القانون الدولي أي القانون الإنساني وحقوق الإنسان إنه يوفر حماية لأي فرد مدني أو غير مدني حتى في النزاعات المسلحة، وهذا الأمر لا يمكن أن ينتهك حتى في هذا السياق الخاص بحماس. أعتقد أن وفقا لما قد رأيناه وتلك الصور البشعة، هذا انتهاك لحقوق الإنسان، وهناك مخاوف حقيقية أن الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة يتعرضون لانتهاك واضح، مما يعني تعذيب وأيضا تهجير قسري ومزاعم بالقتل وإنكار أي حق لهم. سيد مارينيلو، سؤالي الأخير لك، أنت أشرت إلى
بعض الواقعات السابقة التي أفلتت فيها سلطات الاحتلال من أي عقاب، ربما حتى من أي مساءلة، وهناك قناعة لدى الكثيرين بأن إسرائيل تدرك تقريبا أنها فوق أي مستوى من المساءلة القانونية الدولية. هل يمكن أن يتغير الأمر هذه المرة وفق ما تقرأ؟ هل أعدت السؤال من فضلك؟ أقول أنك أشرت إلى مرات عدة أفلتت فيها سلطات الاحتلال وقادة جيش الاحتلال من العقاب، وهناك قناعة ترقى إلى حد اليقين لدى الكثيرين بأن إسرائيل تدرك أنها فوق أي مستوى من مستويات المساءلة الدولية. هل يمكن أن يتبدل الأمر هذه المرة وفق الشواهد التي تراها؟ أعتقد أن هذا سيتغير، فإن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحكمة الدولية الجنائية ستدرك أن لا يوجد إمكانية لتوفير الحصانة لتلك الجرائم الدولية التي قد ارتكبت في هذا السياق. إن المحكمة الدولية الجنائية إلا إذا كانت ستفشل مجددا في فلسطين، لا يوجد منطق في هذا ولا يوجد احتياج لهذا أيضا. الأمر سيأخذ وقت، ولكن في نهاية هذا المطاف إن الضحايا الفلسطينيين سيروا العدالة تتحقق من قبل المحكمة الدولية الجنائية. يمكن لهذا أن يرى وسيحدث. شكرا جزيلا لك من مدينة ليفربول دكتور تريستينيو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا حرب غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية. شكرا جزيلا لك. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إسرائيل استخدمت واحدة من أكثر قنابلها تدميرا في جنوب غزة، حيث تزن الواحدة 2000 رطل، وهي من بين أكثر القنابل تدميرا وفتكا في الترسانات العسكرية الغربية. وقد تتبع تحقيق أجرته نيويورك تايمز قيام جيش الاحتلال بقصف المناطق التي وصفها بالآمنة حين أجبرت قوات الاحتلال المدنيين على النزوح إليها. وقامت الصحيفة ببرمجة بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لمسح صور الأقمار الصناعية لجنوبي غزة بحثا عن الحفر الناجمة عن القنابل. وحدد التحقيق 208 حفر في صور الأقمار الصناعية يبلغ عرض الواحدة قرابة 40 قدما أو أكثر. وأكد خبراء الذخائر للصحيفة أن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل قد تشكل حفرا بهذا الحجم في تربة غزة الرملية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره وإصابة 40 آخرين بينهم 8 في حالة خطرة خلال 24 ساعة الأخيرة في المعارك بقطاع غزة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد جنود الاحتلال المصابين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 1929 فردا من بين أفراد جيش الاحتلال. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك حالة إحباط شديدة لدى قادة الاحتلال من التسريبات الأمريكية لموعد الانتقال للمرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، بزعم أنها ستعطي أملا لحركة حماس. هذا وأوضحت وسائل الإعلام أن التقدم البطيء لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة أحبط الولايات المتحدة التي كانت تعتقد أنه سيقطع مسافة أطول في هذه الفترة. الحرب في غزة غيرت المفاهيم المتداولة والمتعارف عليها في أعراف الحروب. القوة العسكرية المفرطة التي تستخدمها إسرائيل في غزة لم تنجح في القضاء على الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حماس، وهذا هو الهدف الأول المعلن من جانب مجلس الحرب الثلاثي في إسرائيل. العكس هو ما حدث. الفصائل تواصل عملياتها التي تشكل ضغوطاً على نتنياهو وجالنت وجانيتس، كلما دوت سفارات الإنذار في تل أبيب أو مستوطنات غلاف غزة أو مدن الداخل الإسرائيلي. مشاهد هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ
تربك حسابات الحكومة الإسرائيلية التي يلقى رئيسها بنيامين نتنياهو انتقادات واسعة من مواطنيه ومعارضيه وحتى من حلفائه، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. منذ متى في أعراف الحرب والأقوى عسكرياً والمدعوم بأعتى الأسلحة هو من يسعى للهدنة؟ تسريبات إعلامية إسرائيلية متوالية عن أن هدنة جديدة في غزة قيد التشاور، ورئيس إسرائيل يقول إن حكومة نتنياهو منفتحة على التفاوض بشأن هدنة جديدة، فيما تملى الفصائل الفلسطينية شروطها معلنة أنه لا يمكن الإفراج عن المحتجزين لديها إلا بالدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء، وتطلق مبادرات واثقة مثل الكل مقابل الكل، وكأنها تفرض شروط المنتصر. موقف الفصائل المعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من يقتل المحتجزين عمدا أو خطأ بقرارات من قياداته السياسية التي تهرب من مواجهة الحقيقة والاعتراف بها. هذا الموقف زاد من ارتباك قادة إسرائيل، فلا هم يعلنون انتصارا ولا هم قادرون على الإفراج عن المحتجزين ولا حتى على إملاء شروطهم على مدنيين يستمسكون بالأرض رافضين التهجير رغم كل ما حل بهم من قتل وتدمير. لم يفت يوم إلا وأصوات تظاهرات في شوارع القدس المحتلة وتل أبيب تقض مضجع نتنياهو مطالبين بالإفراج عن المحتجزين، فيأتي الرد من غزة بأخبار عن قنص وقتل مزيد من عناصر الجيش الإسرائيلي جنودا وضباطا، ليقف الإسرائيليون على فشل متراكم لنتنياهو الذي لم يحقق الأمن لمواطنيه، وإنما العكس هو ما حدث، وبات انعدام الأمن والتعظيم من خطر الفصائل هو السبيل لاستمرار نتنياهو في المشهد السياسي. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتزايد الأزمات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي، والتي كان آخرها التحذيرات التي أطلقها مسؤول الصحة في إسرائيل عن تعرض الجنود لأمراض بكتيرية وفيروسية. كما كشف مسؤول الصحة هناك عن عدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من الجرحى أو المصابين. مع اقتراب الحرب على غزة من إتمام شهرها الثالث، يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على المضي قدما في خططه العسكرية التي محت أحياء ومدنا بأكملها من قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف وقضت على مظاهر الحياة في القطاع بأكملها، غير أن تلك الحرب لم تحقق حتى الآن أيا من الأهداف التي أعلنها نتنياهو. ومع طول أمد الحرب باتت الأزمات الداخلية تلاحق نتنياهو وجيشه ولم يعد من الممكن إخفاؤها. أزمة كبيرة يواجهها قطاع الصحة في إسرائيل، حيث حذر مسؤول الصحة من أن الجنود الإسرائيليين المصابين في المواجهات مع الفصائل الفلسطينية يعانون من أمراض مقاومة للأدوية. وكشفت جمعية الأمراض المعدية AID في إسرائيل أنه تم العثور على العديد من مسببات الأمراض المقاومة للأدوية بما فيها السلالات البكتيرية شديدة المقاومة. صحيفة تيليغراف البريطانية نشرت تقريراً نقلت فيه عن الجمعية الإسرائيلية أن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال عادوا من ساحة المعركة في غزة مصابين بعدوى بكتيرية وفيروسية وبأيديهم لا بيد أحد غيرهم. كشفت الوكالة أن سبب العدوى هو التلوث المائي وانتشار الأمراض والبكتيريا في أحياء غزة بفعل الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدنيين ومنع الإسعاف من انتشال جثامين الشهداء وتكدس المخيمات
بالنازحين. لم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي تلاحق الداخل الإسرائيلي، فقد أقرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بإصابة أكثر من 10,580 إسرائيليا في غزة وهجمات حزب الله على طول الحدود اللبنانية. ووفقا للصحيفة، فإن الحرب جعلت مستشفيات إعادة التأهيل الإسرائيلية غير مستعدة للتعامل مع أعداد الجرحى الذين يحتاجون إلى تأهيل جسدي ونفسي. الصحيفة ذكرت أيضا أن وزارة الصحة الإسرائيلية أبلغت حكومة نتنياهو أن أعداد الأسرة بالمستشفيات لم تعد تكفي للمصابين من جيش الاحتلال، إضافة إلى المرضى العاديين. ومثلما تفعل حكومة نتنياهو مع كل نداءات المجتمع الدولي والإقليمي والعربي واحتجاجات الشعوب والرأي العام العالمي، أدار نتنياهو ظهره للتقارير الداخلية حول الوضع الصحي لجنوده مكتفيا بالانشغال بتهديداته للفصائل وباستكمال الحرب مهما طال الوقت وباستكمال جرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن جيش الاحتلال يرتكب كل أنواع المجازر المخالفة للقانون الدولي الإنساني عبر التجويع والتعطيش ومنع الدواء والعلاج بالقصف والحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا وقال أن الفيتو الأمريكي يعرقل التصويت لصالح وقف إطلاق النار بقطاع غزة، داعيا الولايات المتحدة إلى ضرورة التراجع عن موقفها الداعم لإسرائيل في مجلس الأمن لمنع قتل المدنيين في غزة. أرجأ مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع قرار لزيادة المساعدات لقطاع غزة إلى اليوم، وتعد هذه المرة الرابعة التي يؤجل فيها المجلس التصويت، إذ لا تزال المفاوضات جارية حول صيغة مشروع القرار. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض في 8 من هذا الشهر ضد نص سابق يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، ويطالب النص بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع برا وبحرا وجوا، مع إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة الإنسانية للنزاع. في مجلس الأمن الدولي لا جديد يذكر بل قديم يعاد، تأجلت جلسة التصويت لا تسهل لأي يوم أجلت، تأجلت لساعات لأيام لأكثر من ذلك أو أقل لا يهم. فالمهم هنا هو السؤال المتكرر، كم تحتاج الولايات المتحدة من الوقت لتنجز عملها في الوصول إلى صيغة تحقن دماء الفلسطينيين وتقيم أود أبنائهم الذين تضوروا جوعاً وكادوا أن يموتوا من العطش؟ سؤال تكمن إجابته في ازدواجية المعايير الأمريكية التي تتجلى بوضوح في تصريحات مسؤوليها التي تناقض سياستها الفعلية على الأرض. فمبعوثة واشنطن بالأمم المتحدة صرحت بأنها تستطيع دعم مسودة قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة، ومتحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أكد أن واشنطن تعمل بجد مع شركائها، وأن بايدن يتواصل مع فريق الأمن القومي لوقف العنف في غزة، بينما الواقع عكس ذلك، فواشنطن تماطل في التصويت على القرار المطروح حالياً أمام مجلس الأمن، كما استخدمت حق النقد قبل أيام لإجهاض قرار بوقف إطلاق النار في القطاع. ازدواجية أمريكية إذن لا تفضي لشيء سوى إطالة أمد الحرب، خدمة لجيش الاحتلال الذي يعمل آلته الوحشية في القطاع بلا هوادة، فيقتل ويدمر ويرتكب المجازر بحق الفلسطينيين. أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضة بكين إنشاء إسرائيل للمستوطنات والتغييرات التي وصفتها بأحادية الجانب في الوضع الراهن في القدس. هذا وأضافت أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وشددت الخارجية الصينية على ضرورة توفير العدالة للشعب الفلسطيني. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين دون 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة للجمعة 11 على التوالي. أفادت مراسلتنا بأن شرطة الاحتلال اعتدت على عدد من القادمين إلى أبواب المسجد الأقصى المبارك
وأن عدداً من المواطنين أدوا الصلاة خارج البلدة القديمة من القدس المحتلة، وانتشرت قوات الاحتلال في الشوارع المؤدية إلى المسجد المبارك ودققت في هويات الأهالي عند باب الأصباط. أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه فلسطينيين في منطقة برطعة بالقرب من جنين الضفة الغربية المحتلة. هذا واقتحم جيش الاحتلال عدة بلدات في رام الله والخليل وطوباس وبيت لحم، حيث داهم عددا من المنازل وعبث بمحتوياتها، كما استولى على العديد من المركبات في الشوارع واعتقل عددا من المواطنين عقب اندلاع مواجهات مع عدد من الشبان الفلسطينيين. وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاصة وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من الفلسطينيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة للأسبوع 11 على التوالي. نحن كنا قد تابعنا بعض هذه اللقطات التي كانت قبل قليل في محيط المسجد الأقصى المبارك وعند البلدة القديمة، وفق ما أفادت به مراسلتنا بأن محافظة القدس كانت قد أشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت محيط البلدة القديمة بحواجز ونشرت قوات كبيرة للحيلولة دون وصول الفلسطينيين الراغبين في أداء صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، كما قامت بالتدقيق المبالغ فيه في بعض الأحيان في هويات بعض المصلين عند مدخل المسجد من ناحية باب الأصباط. أكدت نائبة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو عن تزايد التهديدات الداخلية في الولايات المتحدة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي. وفي مقابلة مع شبكة ABC أوضحت موناكو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI اضطر إلى فحص أكثر من 1800 تقرير عن تهديدات داخلية تتعلق بتبعات الحرب في غزة، مضيفة أن لدى المكتب حاليا أكثر من 100 تحقيق لا يزال مفتوح. هذا وأشارت إلى أن هناك أفراد ومجموعات صغيرة قد يتم تحفيزها والتأثير عليها عبر الإنترنت من خلال منظمات إرهابية أجنبية. دوت صافرات الإنذار في بلدات شمال إسرائيل عند الحدود الجنوبية مع لبنان عقب إطلاق 24 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولة في الجليل الأعلى. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال شن غارات في منطقة اللبوني في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف البلدات الحدودية اللبنانية. إلى ذلك أعلن حزب الله قصف ثكنة الشميرة الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وبقذائف المدفعية. هذا وأضاف أن عناصره استهدفت أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط الثكنة العسكرية. وأشار حزب الله اللبناني إلى أن الهجوم حقق إصابات مباشرة.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أن الحل بجنوب لبنان سيتم عبر تنفيذ القرارات الدولية شرط انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. هذا ويخشى كثيرون في لبنان من تداعيات أي تصعيد محتمل بين إسرائيل وحزب الله بالجنوب في وقت أنهكت فيه الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الأساسية. أعلنت نقابة الأطباء السودانية أن جميع المرافق الصحية في مدينة واد مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة بعد عمليات النهب والتخريب الواسعة التي طالت المستشفيات من جانب أفراد ميليشيا الدعم السريع. هذا وحذرت النقابة السودانية في بيانها من حدوث انهيار كامل للمنظومة الصحية في البلاد، خاصة وأن مدينة واد مدني كانت تعد مركزا رئيسا للخدمة الصحية بعد خروج أكثر من 90% من مستشفيات الخرطوم من الخدمة. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمامة أمانا للسودان، مشيرا إلى حرص القوات النظامية على القضاء على ميليشيا الدعم السريع. وشدد رئيس مجلس السيادة على محاسبة من وصفهم بكل متخاذل أو متهاون بشأن ما حدث في واد مدني بولاية الجزيرة. القوات المسلحة ظلت منذ 15 أبريل تقاتل قتال حقيقي، ظلت منتشرة في كل بقاع السودان تزود وتدافع كل في منطقة مزولته. نحن طبعا كلنا كجيش كقوات مسلحة، هذا السرطان وهذا الوباء ما كان ليفعل فعلته لولا أنه وجد السند ووجد التشجيع. بكل أسف من بعض الخونة من بلادي يقول هذا الحديث، وأنا على يقين لأن كثير من سياسي بلادي قد دعموا هذا التورد وهم الآن يقبعون في دول غير السودان. وقد أدت الحرب التي اندلعت في السودان بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع في أبريل الماضي إلى نزوح ما يزيد على 7 ملايين شخص. هذا وقالت الأمم المتحدة أن المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300,000 شخص على الفرار من منازلهم. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي مع الزميل ياسر رشدي. لا يزال ملايين السودانيين يعانون قسوة الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل الماضي بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، فالانتهاكات التي مارستها قوات حميدتي جعلت آلاف العائلات تضطر للفرار، مما جعل الأوضاع الإنسانية داخل البلاد صعبة للغاية. القتال الدموي الذي يشهده السودان على مدار أكثر من 7 أشهر دفع ملايين السودانيين للنزوح تاركين ممتلكاتهم هربا للنجاة بحياتهم. وأكدت الأمم المتحدة أن 7,100,000 سوداني فروا من ديارهم جراء القتال منذ منتصف أبريل. منظمة الهجرة التي تابعت معدلات النزوح السوداني داخليا وخارجيا أفادت أيضا أن ما يقرب من 5 ملايين شخص نزحوا داخليا في 5,000 موقع بجميع ولايات البلاد، كما فر أكثر من 1,000,000 شخص إلى البلدان المجاورة، إلى تشاد بنسبة 39.5% وإلى جنوب السودان بنسبة 27.1% وإلى مصر بنسبة 25%. تقارير دولية أفادت بأن الاشتباكات المستمرة وعنف ميليشيا الدعم السريع يؤثر بشدة على المدنيين، حيث ترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والتهجير القسري والقتل شهدتها المدن السودانية طوال الفترة الماضية. ولاية الجزيرة وعاصمتها واد مدني كانت قبلة الهاربين ولقبت بعاصمة النازحين، حيث فر إليها معظم السودانيين بتقديرات بلغت 4 ملايين شخص من بينهم نساء وأطفال.
ومع انتقال الاشتباكات إليها وعنف ميليشيا الدعم السريع، بدأ الآلاف يفرون في رحلة نزوح أخرى إلى ولاية النيل الأزرق، وبالتحديد في مدينة سنار التي يواجه فيها السودانيون أوضاعاً صعبة ونقصاً في الخدمات. الصراع الذي طال الولاية الآمنة جعل برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات الغذائية مؤقتاً في بعض مناطق الجزيرة، ووصف ذلك بالانتكاسة الكبيرة. وقال البرنامج أنه قدم المساعدة إلى 800 ألف شخص في الولاية، منهم العديد من الأسر التي فرت من القتال في العاصمة الخرطوم. كان إذن مشاهدين هذا عرضا سريعا لأزمة النزوح التي يعيشها السودان مع استمرار حالة القتال في البلاد، رغم تحذيرات دولية وأممية من تداعيات أزمة وصفت بأنها أكبر حركة نزوح في العالم. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة للرد على نشر الولايات المتحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا وفي منطقتي آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف ريابكوف أن موسكو تتابع عن كثب تطوير الصواريخ الأمريكية وعمليات النشر المحتملة، وأنها مستعدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة وفق تعبيره. أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة لديها بسبب الصراع الأوكراني. وأكدت الخارجية الروسية أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تتوهم بأن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية معها. أعلنت وسائل إعلام أوكرانية استهداف العاصمة كييف ومنطقة أوديسا بعدد من الطائرات المسيرة، ما أسفر عن إلحاق أضرار في بنايات سكنية ومنشأة لتخزين الحبوب. وقد أكدت القوات الجوية الأوكرانية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 28 مسيرة أطلقتها روسيا فقط خلال الليلة الماضية. أعلنت مفوضية الانتخابات في باكستان تمديد موعد تقديم أوراق الترشح للانتخابات لمدة يومين إضافيين للتيسير على الأحزاب السياسية والمرشحين. وأشارت المفوضية إلى أن باقي الجدول الزمني حتى التصويت المقرر من 8 فبراير القادم سيبقى دون تغيير. وقال عمران خان ونواز شريف إنهما سيقدمان أوراق ترشيحهما على الرغم من حظر مشاركتهما بسبب إدانات قضائية، وينتظر كلاهما قرار المحكمة العليا بالسماح لهما بالمشاركة بتلك الانتخابات. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز عناوينها. عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 77 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مناطق الشمال والجنوب والوسط. الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد للقاهرة الإخبارية توقف كافة خدمات الإسعاف في شمال غزة، ويشدد على صعوبة توزيع المساعدات على النازحين في القطاع. جيش الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات في رام الله والخليل وطوباس وبيت لحم. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، أكس، إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. يمكنكم كذلك تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو عبر رمز QR الذي يظهر على شاشتنا. في أمان الله.